مشاهدينا الكرام، سوف تكونوا مع الموعد السياسي لهذا الأحد، والذي نستضيف فيه الدكتور عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم. سوف نتحدث في هذه الحلقة مع الدكتور عبد الرزاق مقري حول وضعية حركة مجتمع السلم الجديدة منذ ترأسه الحركة في المعارضة وخروجها من التحالف الرئاسي. سوف نتكلم عن تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات التي حركة حماس عضو فيها، وعن أهداف هذه التنسيقية في المستقبل القريب. نتكلم مع الدكتور مقري كذلك حول الوضعية الاقتصادية الجزائرية في ظل تراجع أسعار البترول، وكذا الوضعية في الجنوب الجزائري في غرداية وغورت وورقلة وتامنراست، هذه الوضعية الاجتماعية الصعبة والصعبة جدا، وعن قدرة النظام الجزائري على حل مشاكل الجزائريين سواء كانت مشاكل اجتماعية أو سياسية. ونتكلم كذلك مع الدكتور عبد الرزاق مقري حول الوضعية في ليبيا، ويعني تدخل النظام الجزائري ورأي الجزائر في الموضوع الليبي، وخاصة بعد تصريحات الجنرال حفتر الذي قال وزعم كذلك أن النظام الجزائري مده من الأسلحة ولم يعني تنفي وزارة الخارجية الجزائرية. نتحدث عن تونس، نتحدث عن الانقلاب في مصر. مشاهدينا الكرام، كونوا معنا يوم الأحد 14 ديسمبر على الساعة 8 بتوقيت الجزائر عبر تلفزيون رشاد، لتحضروا معنا حصة الموعد السياسي والتي نستضيف فيها الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم. كونوا في الموعد. المليح والحاير في هذه البلاد، وإحنا ما نقولوش إحنا الملاح، يعني المليح والحاير في هذه البلاد لازمهم يتعاونوا مع بعض بنخرجوا من هذه المخاطر التي تهدد الجزائر بما فيها المؤسسة العسكرية. الهدف هو الوصول إلى نظام سياسي مدني لا تتدخل المؤسسة العسكرية في الترجيح بين الأحزاب.